خلينا ناخد هذه المكالمة من الأخ أحمد من هولندا، تفضل. كما يعلم الجميع البيئة قبل الإسلام وبعدها حتى عهد الصقار كانت خصبة للخرافات. صح. إنه عندما جاء الإسلام طب. كانت غالبية الناس مليون في الجزيرة العربية لا يقرؤون ولا يكتبون. طب خليني معلش 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 لأنه الوقت محدود. سؤالي الأخير ليك أخ أحمد، أنت كنت مسلم وصرت مسيحي؟ أيوة، عبرت صار لي 3 أسابيع. كيف حصل هذا الأمر؟ أيام كنا ندرس في المغرب، كنا ندرس الفقه الإسلامي. نعم. فأول صدمة صارت لي مع مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة والمنزلة بين المنزلتين، ولكن أنا قرأت في القرآن محمد يقول ولله خزائن السماوات والأرض. نعم. لكن لما شفت أن محمد هجم على اليهود صار يعذب في واحد أعذبه عشان يأخذ رزقه، أنا هناك اندهشت كثير أنه هذا الإنسان اللي يقول عن نفسه نبي شريف وهيك 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 ويهدي الناس للاستقامة وهذا ينصب على الناس. أشكرك أخي أحمد. يعني هل تابعت برامجنا؟ هل برامجنا كان لها أي دور في اختبارك ولا لا؟ كان لها 75%. نشكر رب. ساعدتني أخذ رأس الخيط زي ما نقول في المغرب. نشكر رب من أجل هذا الأمر. طيب خليك معنا وهياخذوا معلوماتك يا أخي.